خلينا نتابع تقرير عن أبرز الملفات على أجندة القمة العربية ونرجع نستكمل الكلام. انطلقت أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية 33 التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، والتي من المقرر انعقادها غدا الخميس بحضور القادة والزعماء العرب. تستهدف القمة استعراض مباحثات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والتطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى متابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى واللاجئين، وأيضاً دعم الأونروا والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني وبحث الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل. ويشمل جدول أعمال المجلس محوراً تحت عنوان الشؤون العربية والأمن القومي، ويشمل 13 بنداً هي التضامن مع لبنان وتطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان وتطورات الوضع في ليبيا وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية ودعم جهود الصومال الفيدرالية ودعم جهود القمر المتحدة، ويشمل كذلك الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسد الإثيوبي. كما يناقش المجلس أيضاً في ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية عدداً من البنود تشمل متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.